تعالوا نروح لموضوع تاني. وأعلنت رابطة الأندية المحترفة موقفها من الطلب المقدم بشكل رسمي من جانب نادي المقاولين العرب لإعادة مباراته قصاد فريق بيراميدز بسبب عدم قانونية إدارة الحكم محمد الحنفي للمباراة، لأن هو رسب في اختبار الحكام. رابطة الأندية قالت إنها فعلا في الوقت الحالي هتكون بتبحث شكوى نادي المقاولين العرب بشكل رسمي، وإن هي بتشتغل دلوقتي بشكل احترافي جدا، وهيتم الرد على الشكوى دي بشكل رسمي. وده التصريح اللي كان على لسان اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية. وعلى الجانب الآخر، الطرف الثاني المقاولين العرب أكد محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولين العرب والمشرف على الفريق أن نادي لن يتردد في تصعيد شكواه للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في حالة عدم الاستجابة لمطالبته بإعادة مباراة المقاولين العرب. وأكد كمان أن هو وجود محمد الحنفي حكم لمواجهة فريق قصاد بيراميدز قرار كان خاطئ، واللايحة بتمنعه من التواجد في إدارة المباريات، وعشان كده لازم يكون في إعادة المباراة. وقال بنطلب إعادة لقاء المقاولين العرب قصاد بيراميدز، وقمنا بالفعل بمراسلة رابطة الأندية واللي سوف تراسل اتحاد الكورة، وبننتظر الرد الرسمي قبل التصعيد. أطلب برد رسمي على قانونية إدارة الحنفي لمباراة المقاولين العرب ضد بيراميدز. في حالة عدم إعادة المباراة سوف نقوم بالتصعيد واتخاذ خطوات أخرى، لا نريد إثارة البلبلة، وهذا مبدأ نادي المقاولين العرب.